أمام دبل فجيرة ومعادلة النقاط ما بين الضفرة ودبل فجيرة في مباراة يتمنى من خلالها بالتأكيد الضفرة أن يحقق انتصار سيكون ثمين لأنه أمام كبير. هنا كورة ولكن الكبير يتحرك الكبير بمعنى الكلمة تحرك الكبير. نعم بدأ بالتحرك وبالتالي تمريرة كانت جميلة. شوف اللقطة، شوف اللمسة. الله يا إسماعيل، الله يا لمسة، الله يا غمزة. أصحاب السعادة يبدأون الطريق. كرة في غاية الخطورة. إسماعيل هل يسدد؟ هنا كرة تسديدة. ماتيوس فيليبي، من أين لك ذلك يا ماتيوس؟ الله على تسديده. ما يا عبد الله القميش، صعبة عليك، صعبة صعبة في التسعين. يضع فيها قدم اللاعب بيريرا ويضع الكرة في المرمى مسجلا ثاني أهداف الوحدة. يا لها من كرة مجنونة. جات اليسرى، أول لمسة لطحنون. طحنون بيحاول يتقدم، طحنون بيحاول يتقدم، ما زالت الكرة على الجهة اليسرى وهنا كرة. الله يا جواو بيدرو في العرضية من أول لمسة، أسيست من أول همسة. يضع طحنون الكرة في رأس اللاعب جواو بيدرو. كان فاقدا للتمويل جواو بيدرو، حتى أتى التمويل الآن من طحنون الزعابي. يا لها من لمسة ويا لها من رأسية جميلة، جميلة جدا، ممتازة. محمد يلعبها ممتاز. أوه خطيرة. جول لمصلحة الظفرة. أخيرا سجل الفارس لمصلحة فريق نادي الظفرة من تمريرة ساحرة لمحمد الجنيبي، مررها باتجاه علي عيد، وضع الكرة في المرمى.